أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الطريق إلى السلام في اليمن يكمن في حوار وطني واسع، وستكون روسيا مستعدة لتعزيز تسوية الصراع في هذا البلد إذا دعت الضرورة. وقال بوتين أثناء لقائه عددا من السفراء: إننا واثقون من أن الطريق إلى السلام والاتفاق في اليمن يكمن في حوار وطني واسع يستوعب آراء جميع القوى السياسية، وسنكون مستعدين لتعزيز عملية التسوية بكل الوسائل الممكنة إذا دعت الضرورة.